والتراث هو أصل هذه البلاد، ونحن سنتكلم عن الأصل وعن ما كان به الزمن الجميل ودورنا ولنقل الأجيال القادمة. حينما نقول التراث يجب أن يكون التراث لولا هذه الحضارة، لولا هذا اللسان العربي لما كان لنا، وهذا التراث ما هو إلا جزء فيما بعد. وإحنا التراث ما نتعلمه، يعني مش تعلم، هذا إحنا نعلم نفسنا التراث والعادات والتقاليد والصنع الإماراتي. تراثنا أعتقد أنه هو شيء أسلوب حياة، يعني شيء نعيشه. يعني عندنا ذكر في القرآن خير الوارثين، هذا ما ألفنا عليه آباءنا، يعني سلوك نتجه فيه.